وبركاته. لاباس عليكم؟ بخير بخير وعلى خير حول العافيه. كما شفتوا حنا دابا في السوق تمارا اول مره غادي نجيو لهنايا ان شاء الله. غنوريكم الاجواء كي دايره هنايا. المهم اول خطره غنجيو ليه كما كتشوفوا هنايا اصحاب التبن. المهم حنا دابا غنسلكوا البلاصه ونمشيو نشوفوا معكم الاجهزه المستعمله اللي كتباع هنايا. اول مره غادي نجي لهنايا لدرجه انني باش نوصل لهنايا شديت ثلاثه الطاكسيات باش نوصل لهنايا. المهم خليكم معنا في الفيديو ونتمنى يعجبكم الفيديو ديال هذا النهار. ما تنساوناش بواحد لايك جيم بارطاج القناه باش يوصلكم اخوتي ديما الجديد. هنا بلاصة الخضراء كما شفتوا. هنا دابا غنمشيو لبلاصة اللي فيها الأجهزة المستعملة. المهم أخوتي حنا دابا راه السوق مدينة تمالا. هاد السوق هذا كيتواجد بعيد على الصخيرات.
والله العظيم الناس مر لي تقديرات حنا وديرات هذه نديرها ما نديرهاش غير دام الصباح. وهذاك اللي فيه الغر Thank you.
هل الجاكيت هذا؟